بالنسبه للقضيه فنهار 2 ان شاء الله 9 و12 كاينه الجلسه ماشي وبالنسبه لي انا فالبوادر ديال يعني التضرر ديالي هو بدا تيبان، لان دابا انا ملي مشيت باش نتيري لاصول ديالي لقيت ان الشركه قطعوا لي 5 ايام، يعني 5 ايام اللي هذه اللي جلستها ديال الشهر ما تخلصتش فيها، قطعوا عليا. انا الشركه قال لك اسيدي ما يمكنش يخلصوا جوج ديال الناس، داك يعني بحال هذاك السيد خدا الفلوس ديال المده اللي ما خدمتش انايا، وبالعكس انا الشركه باش خصها تكون معايا والضامن معايا وفي هاد الظروف هادي تتخلى عليا، يعني 5 ايام راه ما ساهلاش، ماشي 5 ايام باش يقطعوا لي 5 ايام راه ما ساهلاش، يعني فين هو التضامن؟ يعني هاد الناس باش يوقفوا معايا، حتى الشركه حتى واحد ما اتصل بيا، حتى واحد ما عيط لي، حتى واحد ما هضر معايا، حتى واحد ما عزاني، باستثناء شي ناس ديال النيابه هما اللي هضروا معايا وقفوا معايا الله يجازيهم بخير. يعني حنا تنخدموا معاهم 12 ساعه في النهار، نضربوا تمارين نهار كامل، وملي يجي بحال الظرف هذا وما يكملوش لك الخلاص ديالك، هذا هو الاسلام، هذا هو قيم ديال الدين، وهذا هو فين التضامن ديال الناس ديال التعاون فين هو. بالنسبه للمجرم، المجرم راه ما كاين لا حمق لا والو، المجرم راه بلا كامل راه كيبان عقليه، هو في مجريات ديال التحقيق راه معترف بكل شيء، ملي فاق الصباح حتى ارتكب حتى الوقيته اللي ارتكب فيها الجريمه، هو براسو كيعترف انه ما بينات ما تيعرفنيش وما تيعرفش مالين الدار وما بيناتنا حتى شي عداوه، فهمتي، معترف بالمسائل كامله، يعني معترف حتى كيفاش وقع للدري، كيفاش دار له، كيفاش فعل له، المسائل كلها معترف بها، فهمتي. وحنا من هذا المنبر هذا كنطالبوا بان العداله تاخذ المجرى ديالها، وهذاك السيد ينال العقاب ديالو، ينال الجزاء ديالو اللي يستحقه، لان هذا السيد هذا الشيء اللي دار ما ضرنيش انا ومولات الدار ولا الوليد ديالي ولا العائله، الناس ولا الناس كنعرفوا، راه الناس المغاربه كلهم ضر، الناس كلهم تعلموا، راه كاينين وليدات اللي مابقاش يقدروا يمشيو للمدرسه، كاينين الناس اللي باقي الان تيعانيوا نفسيا، كاين اللي مابقاش بغى يمشي لهم للمدرسه، الناس ما تياكلوش، كلشي ضرر، كلشي ضرر. والحمد لله احنا الحمد لله خدينا العزومه المغرب كامل، راه التليفون عندي ما كيسكتش لا انا ولا ديال مولات الدار، الناس راه كيعيطوا لنا من المغرب خارج المغرب، راه التليفون ما تيسكتش. احنا مأزمين، انا راه صابر على وجه المراه وعلى وجه الوليد، المراه عندي راه كما قلت لكم، المراه مسكينه متبعه عند الطبيب النفساني، لا هي ولا الوليد، احنا ما احنا راه كنا راه ربي اللي عالم بينا، احنا راه ما تنحسوا بداك الشيء حتى تخو عندنا الدار، نهار الدار ما كتخو عندنا حتى 11 12 لا كتخو، راه عاد تنحسوا بداك الشيء. وبالنسبه للجمعيات فالجمعيات داروا واحد، ما فهمتش انا الناس هادو، الانسان كيجي عندك حنا معاك، حنا غادي نساندوك، غادي نعاونوك، غادي نكونوا معاك، ما شنا حتى شي واحد، اللي جا نهار الاول تيجي كياخذ المعلومات كيمشي ما كيعاودش يبان، ما شنا حتى شي واحد، حتى شي واحد موقف معانا. وانا ديجا كنت قلتها في المنابر العالميه الاخرى، الجمعيات ما سيدي ما يجي عندني حتى شي حد باش تجي عندي وتقول لي انا معاك وانا في صفك وهذه، ولكن في الاخر ما تجيش لعندي وما تعاونيش وما توقفش معايا، علاش فينا؟ فينا هاد القيم؟ فينا الاسلام؟ فينا هو الدين؟ فينا هو التسامح؟ فينا هو التعاون مع الناس؟ حنا محتاجين الناس يدعمونا ويوقفوا معنا، ولكن ماشي الناس باش يجيو غير باش يبانوا ياخذوا المعلومات يمشيو من اجل المصلحه ديالهم، من اجل الاسم ديالهم. الله يجازيكم بخير، اللي غيعاوننا مرحبا به، اللي ما عندنا اللي ما غاديش يعاوننا ولا غادي يجي ما عندنا ما نديرو به. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.